ومعنا عبر الهاتف من جامعة سوهاج الطالب أحمد أسامة. أحمد، أولا هل تم الاعتصام وما هي أهم مطالب هذا الاعتصام؟ أيوه حضرتك، الاعتصام تم بالفعل، والاعتصام من أعداد كبيرة وحشدة، ومقبلتنا متلخصة في واحد رحيل محافظ سوهاج، اثنين رحيل الدكتور نبيل يدير رئيس جامعة سوهاج، رحيل عميد كلية تجارة وعميد كلية تربية وعميد كلية زراعة. طيب، يعني قد يسأل بعض لماذا مطالبة رئيس الجامعة والمسؤولين في الجامعة بالاستقالة رغم أن الحادث وقع خارج الحرم الجامعي؟ إن الناس دي هي المسؤولة، هي اللي ورتنا القامة، هي اللي أخذت قرارنا هنروح القامة، إزاي الناس دي تمشي الجامعة بمليارات مش قادرة توفر لنا 300 ملايين؟ الناس اتخذت قرار بماذا؟ إن بنقل الطلبة إلى جامعة جديدة بالسواج بالقامة. بنقل مقر الجامعة؟ بدون توفير اي وسائل امن للطلبه. يعني هي الجامعه قبل كده كانت فين؟ كانت في مداخل المحافظه، وخرجت وتم نقل الجامعه الى خارج المحافظه، الى مبنى الجامعه الجديد بالكوامل. بالكوامل. طيب، على بعد قد ايه منطقه الكوامل تبعد قد ايه عن مدينه سوهاج؟ حوالي 3 كيلو. 3 كيلو، يعني المسافة ما بينها وبين المقر القديم 3 كيلو. طيب، الثلاثة كيلو دول يعني فيهم مشكلة في الطريق، في طريق صعب فيهم غير مجهز؟ الطريق يا باشا غير آمن، الطريق يعتبر مقبرة للطلبة، كل أسبوع بتحصل حوادث، وإحنا متغاضين عن كثير من الحوادث، لكن الحادثة دي لما موت فيها عدد أكثر من 15 طالب ما كانش يقدر يسكتوا على كده. طيب، ما هو وضع الاعتصام داخل الجامعة الآن أحمد؟ الاعتصام مستمر. شكرا جزيلا الطالب أحمد أسامة من جامعة سوهاج.